مش هتقول لنا بقى امور انت مين اللي وراك؟ على فكره ما يصحش كده، انتوا في بيتي المفروض تعاملني بطريقه احسن. بقول لك ايه؟ خليك جدع وتقول لي مين اللي بعتك. طب ما خليها بالطريقه الاصعب، لو عايز تعيش يوم كمان قول لي مين اللي وراك. انا كده كده ميت، وصولكوا هنا معناه ان انا ميت. لو هتديني مقابل كويس ممكن اتكلم، حتى انا عارف ان انا ميت. ده وقتك خلص معايا، فضلي كل حاجه على الجهاز وفرمته كله، ما تخليش ليك اي اثر. يلا حصل لك. يا جماعة ايه يا استاذ؟ في خير يا استاذ؟ مين حضرتك؟ نعم مين حضرتك؟ انا جاي عشان اتصور مع يا نجوم. حبيبي يا نجوم. لا يا استاذ سعادتك مفيش نجوم هنا اهم. اتفضل يا استاذ اتصور بس. هستاذنك بس استنى انا بس بره دقيقة واحدة وهبعت لحضرتك حد تيجي تتصور معاه. هتبعت لي؟ وعد وعد وعد. ماشي يلا يا استاذ اتفضل يا استاذ. يلا يا استاذ عايزين نشتغل. يلا يا استاذ اتفضل يا جماعه في المبدا بعد اذنكم. يلا يا جماعه عشان نشتغل. خلاص يا استاذ يا جدعان في ايه؟ اتفضل يلا يا جدعان بقى. يلا يا جماعه كل واحد في مكانه اتفضلوا. الله. الدكتور قال لك ايه؟ تسمم. كويس قوي ان هم لحقوا يعملوا لك غسيل معده بسرعه. واضح كده انك اكلت او شربت حاجه مش تمام. تسمم؟ ازاي؟ احنا كلنا اكلنا وشربنا من نفس الحاجه. بالظبط. كله هيبان. دي ماما. هو انت قلت لحد تاني اللي حصل ده؟ لا اول ما وقع كلمتك على طول. كويس جدا، يا ريت محدش غيرنا يعرف باللي حصل. انا همشي دلوقتي وهرجع لك بكره الصبح. تبقي موجوده ومعاكي لبس صيفي وانا هتصرف لك في لبس. لازم بكره نعمل الفوتو سيشن بتاع جزر المالديف. بكره هفهمكم كل حاجه. الفولورز كلهم مستنيين الهاشتاج بتاع 99 يوم سعاده. لو اي حاجه حصلت غير ان انتوا دلوقتي في المالديف الفكره كلها هتروح. ده خلاص الاغنيه هتعدي 3 مليون في خلال 24 ساعه. ولا حضرتك ايه رايك؟ ايوه طبعا صح انا معاك. ديو طبعا اكيد معاكوا. ما ينفعش الفيوز تقل طبعا. تمام. يا ريت محدش يشوفك اليومين دول. انت كده كده هتفضل محجوز هنا لحد ما حالتك تستقر. انا هخلي دي معايا يا ابني. عارف ان لو سبتها لك هتعمل مصيبه. سلام اشوفكوا بكره.